اللجنة راح تكون مكتملة، أكيد راح يكون لازم سلطة عليا راح تصدر الأوامر حتى الكل تلتزم بواجباتها بهاي البطولة. البصرة تستحق، لكن ماذا قدمت وزارة الشباب والرياضة لبغداد دكتور؟ ووزراء يتعاقبون على استلام هذه الحقيبة الوزارية، ملعب واحد ما شفنا افتتاحه بالبغداد. والله هذا الكلام يعني صحيح، وأيضا بغداد هي يعني مثل الجسد ما يتحرك بدون القلب، القلب يعني بغداد هي العاصمة، يعني قلب العراق هي بغداد، لكن الظروف هي حكمت بهذه الطريقة. يعني ملعب مدينة الصدر الآن شوفه هو جاهز، لكن ببعض المشاكل اللي صارت ملعب التاجيات الشركة كانت متلكئة، الملعب الزوراء تأخر، يعني للأسف الشديد، وكان أكو أزمة أراضي بصراحة في بغداد، يعني أكو أزمة أرض. رغم هذه كلها كان لازم بغداد يكون لها الأولوية في أن يكون يتم بها ملعب قبل المحافظات اللي يتم بها الملعب، لكن إن شاء الله للمستقبل أكيد راح يكون افتتاح ملعب مدينة الصدر هو عن قريب جدا إن شاء الله. الله يخليك، تدري قد ناس يسألوني ملعب الزوراء شنو قصته، وملعب الحبيبية مش... اللي هو ملعب المدينة شنو قصته؟ والله ما أعرف. أنا ما أدخل شو ملعب أبو عليه كامل. يعني أنا إذا أقول وياك أكثر صريح خاف أصير مشكلة، أنا ما أتدخل بهاي الأمور صراحة، أسوي مشاكل. لا أنا ما أتدخل، أنا يعني أنا عندي غير فلسفة. أنا أقول وزارة الشباب ما تبني ملاعب، لازم أكو جهة لازم متخصصة تبني ملعب. وزارة الشباب تسوي رياضة وتسوي شباب، هذا يعني مثل ما وزارة التربية ما تبني مدارس، لازم أكو جهة تبني مدارس هي تسوي تعليم وتربية وتصنع إنسان. وزارة الشباب كون تصنع إنسان وتصنع رياضة وتصنع شاب. هسه احنا متهين المشي بعد اللي صار هذا، المشكلة هاي اللي صارت، لذلك أنا ما أدخل بهاي الأمور. لا صنعنا جيل شبابي رياضي ولا صنعنا بنى تحتية في بغداد، مشكلة هاي. فإن شاء الله إن شاء الله بالمستقبل القريب جدا بغداد إن شاء الله راح تحتفل في افتتاح ملعب الزوراء وملعب مدينة الصدر، والتحرك أيضا. والله الوزير يومية يعني يومية من الصبح الليل هو يشحرج على الملاعب، ما يعني شغل الشغلة هو الملاعب. ما هي هاي كثرة الوزراء هي مشكلة وعدم افتتاح ولا ملعب، يخلينا خطين حمر. هي مشكلة يعني موضوع سياسي، مشاكل متراكمة. لا هي قضية اقتصادية ويعني داخل بيها هواي امور، حتى رفع الحظر يعني يصير بغداد العاصمه الرسميه للعراق بالضبط. ما مرفوع عنها الحظر الكروي، هاي مشكله. هاي بالعكس بغداد لازم يكون هي لها الاولويه، لكن هي صارت الظروف بهاي الطريقه. اكيد ان شاء الله نتمنى ان شاء الله على المستقبل القريب تكون بغداد يعني تحتوي او تستضيف بطوله اكبر من بطوله الخليج ان شاء الله. ان شاء الله متفائلين فيما يتعلق ببطولة الخليج 25، وشنو مخاوفكم؟ والله إن شاء الله احنا نقول مدينة البصرة هي المدينة اللي راح تستضيف خليجي 25. هذا انتهى لحد الآن، ماكو كل مخاوف يعني بصراحة، يعني مجريات العمل تسير بها الطريقة هاي اللي شوفها حضرتك انت، ماكو أي مخاوف، بس يعني الأقدار بيد الله يعني سبحانه وتعالى. درجال شي يقول حدثني عن الوزير بهذا المجال. والله درجال هسه هو قال اطمئنه متفائل بهذا المجال. الشهر سيعلن البصرة. اي انت تدري درجال يتدخل بأمور، يعني يتدخل يسوي شغل، اذا تدخل يقلق ها. اي يتدخل بعد بس ساعة يتصل بي بالثنتين بثلاثة، ماكو مشكلة بالليل يعني، ماكو مشكلة عادي. ماكو يعني هاي المغرب عده، ها المغرب عده، وما تدري بيه هو شو وقت ينام شو وقت يقعد بصراحة. ان شاء الله يثمر خير للعراق هذا التحرك. نتمنى ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله ان نلتقي في البصره، ويعني تصير الانظار كلها في مدينه البصره، ومدينه البصره تستحق مثل ما كل المدن تستحق ان شاء الله. يعني نتمنى بطوله الدوره العربيه تصير في بغداد، وبطوله الخليج راح تكون ان شاء الله في البصره 25. انا اشكرك جزيل الشكر الدكتور حسن الحسناوي، كنت ضيفا عزيزا علينا في كور.